حبايبي، كيفكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم فيديو جديد، واليوم الفيديو حيكون كتير حلو. هلا بتعرفوا عن شو ولمين حيكون حلو. اوكي، قبل ما نبدا الفيديو اقول لكم فكره الفيديو اليوم. بليز حطوا لايك لهذا الفيديو، سبسكرايب اللي هو تحت الفيديو لونه احمر، كمان اكبسوا الجرس مشان يوصلكم كل جديد بنزله، وهذا الفيديو وكل الفيديوهات يلي انا نزلتها على القناه اعملوه شير مع كل اصدقائكم. اوكي، اليوم الفيديو لكل حدا وحده او حدا او مين ما كان عنده اختبارات. طبعا احنا مثل ما بنعرف اغلب العالم قربت اختبارات، مو بس انا يعني، هو هيك الاسبوع الجاي او اللي بعده او هاي الايام او بكره حتبدا. امتى ما كان يلي قربت اختباراتها بس تساوي نصائح رح اقول عليها. هلا انا رح اقول كم نصيحه انا سمعانه بهالنصيحه، وليش انا حابه اقول لكم اياهم؟ لانه انا الفتره الاولى لما بدينا بالاختبارات، مو الترم الاول، لا هلا رح بدينا من الاول. نحن عندنا فترتين، الفترة الأولى لما بدأت بالاختبارات ما كان عندي تنظيم، ما كان عندي شيء، كنت كتير اتلخبط، بقى هيك كتير تعذبت. أما أنا الأسبوع اختباراتي الأسبوع الجاي، بقى هلأ خلص ببلش ساوي هالشغلة. يلي مثلي كان ما بيعرف شو بده يساوي بينهلك وقت الاختبارات، بس بليز يتفرج على هذا الفيديو ويحط لايك. أوكي، أول نصيحة رح أقلكن إياها، قبل كل اختبار بليز ساوي جدول. انا هلا عم بتبع هالطريقه او هالطرق اللي بدكم اياهم هلا، لانه بالفتره الاولى كثير تعذبت بالدراسه، ما كان عندي اي تنظيم ولا اي شيء، لانه اصلا كانت كمان شوي غريبه علي بالدراسه، لانه كان غير، لانه انا كنت تقريبا مدرسه جديده. اوكي، مو تقريبا، كنت مدرسه جديده، بقى كان شيء عن جد صعب علي وهيك شوي متلخبطه، وعلى كل حدا حتى وكنت انا بالمدرسه من زمان. المهم ساوي جدول، والجدول هاد حطوا فيه كل يوم عندكم اختبار ونظموا وقتكم. مثلا عندنا هذا الاختبار امتى بندرسه، اي ساعه، مثلا برجع على البيت كذا وببدا هيك، وبعدين باخذ استراحات. يعني هيك لازم تنظموا وقتكم. انا هلا عم ساوي جدول، بدي احطه على حياته كمان، وانا عم ساوي زينه، مشان انا بحس اي واحد اي شيء لو زين وحط الوان هو بيشتهي بنفسه انه يساوي اي شيء او كل شيء. ساوي جدول على الام مشان دائما تذكروا تشوفوا الماده، بس بترجعي على البيت هيك اسمي المادة، اختصري إليك، اعملي اختصار، احفظي شغلة شغلة. انا كيف صرت، كيف كنت قصدي، فورا يعني اخذ الجزئية احفظها فورا، لا اعمل تنظيم، لا اخذ استراحات، ضل عم بدرس. اوكي، هاي بتمنى يكون فهمت علي. النصيحة الثانية، بين كل مادة مادة، انا عندي مادتين يوم الاحد، بين مادة ومادة بدأت بأول مادة أدرس ساعتين أو ساعة، مثلا إذا كانت كتير طويلة أخذ استراحة، أخذ استراحات بين كل مادة ومادة أو بين كل نص ساعة وساعة. لازم تأخذوا استراحات مشان المخ، كمان هلا بكم كتير نصائح. كمان ليش لازم تأخذوا استراحات مشان مخكم خلاص يتجمع فيه؟ أما إذا ضليتوا عم تدرسوا طول الوقت وما وقفتوا ولا دقيقة، أنا هيك كنت ساوي للأسف، ما وقفت ولا دقيقة، أنا هيك بسمعهم، أنا بعرف النصائح وبسمعهم كمان، وأهلي قالوا لي إياهم كلهم. إذا ضليتوا قاعدين عم تدرسوا ما وقفت ولا دقيقة، هذا حيكون طبعاً شيء غلط. وبصح أنتوا هيك إنكم بتكون تعجلوا بالدراسة وتخلصوا، بس أنا حيمر علي هالخمس أيام بدي ضل عم بدرس حتى لو ضليت ما نمت، المهم بدي ركز. أوكي، هو هيك لازم إيه لازم تاخذوا، لأنه إذا ما أخذتوا استراحة معكم ما عاد يتجمع، حيصير كله فوق بعض، يعني هذا السؤال والجواب، الجواب حيصير عند الثاني، يعني كل شيء حيتلخبط سوا. النصيحة الثالثة واللي هي انه اول ما ترجع من المدرسة حاولي نامي قد ما بتقدري، مثلا وبتفيقي بتدرسي معاكي كل اليوم. مثلا اول ما ترجع من المدرسة طبعا مو انه تنامي كتير، لازم تاخدي رياحة عشان مخك كمان يتجمع فيه وتركزي وتفيقي وتكوني صحيانة كتير للدراسة ومركزة. اوكي، مثلا كيف اول ما ترجعوا، ما بعرف اذا هدول حتى انا ما عم بعتبره نصيحه واحده نصيحه اثنين، بس عم بعطيكم نصائح كلهم نصائح. يا لازم تناموا كتير كتير منيح، على الاقل نص ساعه او ساعه، بس مشان بتكونوا راجعين من المدرسه فايقين من 6 الصبح، فورا بترجعوا على الدراسه لا لازم ترتاحوا. كمان لما بدكم تكونوا عم تدرسوا، هي النصيحه اللي بعدها، لما بدكم تكونوا عم تدرسوا هي يمكن روعه، لما بدكم تكونوا عم تدرسوا على المكتبه تعملوا اجواء دراسه عن جد، مشان الواحد يشتهي يدرس عن جد. انا هالشغلة كنت كتير حبساويها بس بطلت كتير. اوكي، انا هلا لا عم بتبعهم، يعني بس شغلة او شغلتين من اللي قلتها هلا مو بتبعتهم. تعالوا اجواء الدراسة،
حطوا الاقلام وحطوا كل شيء قدامكم وتبلشوا تدرسوا هيك، بتعملوا اجواء الدراسه، بتشغلوا الاطفيه وبتحطوا هي اللمبه بتجي عشان يصير اجواء الدراسه. والنصيحه الخامسه انه انت عم تدرسي لازم يعني مو لازم بس هي هيك شغله حلوه بتحمسك انك تدرسي، جيبي هيك شيء بارد تشربيه او سخن هيك تدرسي وتشربي تدرسي وتشربي. والنصيحه السادسه واللي هو العلكه، وانت عم تدرسي حاولي خدي علكه او اي حد عم يدرس. لاولا العلكه كثير مفيده وتكون طيبه، تعطيكم هيك فريش يعني هيك تعطيكم نشاط، مدري كيف تحسوا هيك بشي بارد بالتم، كمان بتخليكم تركزوا. النصيحه السابعه واللي انه حاولوا لما تدرسوا جيبوا هيك حتى هي دفاتر تشهيكم انكم تدرسوا، هيك انتم مجرد تكونوا فاتحين الصفحه وعم تدرسوا انه هيك الدفتر لحاله حيخليكم تدرسوا. اذا كان هيك على ورود واشياء وحركات. كمان بنصحكم مثلا انتم قاعدين عم تدرسوا هلا، النصيحه الثامنه، وانتم قاعدين عم تدرسوا كان في شيء صعب عليكم او بدكم تختصروه او عشان تفهموا اكثر اعملوه بالهايلايت، حتى عشان هيك الالوان تكون حلوه وعيونك تقدر تركز بالكتابه يعني بالدرس اكثر لما تكوني عامله هايلايت. انا كل الدروس وكل شيء بدي اختصره كل الكتب عندي انا بالهايلايت. وكمان هاي النصيحه العاشره ولا التاسعه، المهم انتم ذكرتوها كثير لازم تكتبوا. دقيقة تخيلوا انتوا قاعدين عم تدرسوا هلا، انا قاعدة عم بدرس هذا رياضي، قاعدة عم بدرس وكل دراستي بلا كتابة، حفظ وبدور حوالي الغرفة، لا لازم تجيبوا دفتر وتجيبوا الاقلام وتجيبوا اقلام تبلشي تكتبي السؤال والجواب هيك يعني انا موجود كيف كان يصير فيني ما ادرس فورا، اجي اكتب السؤال والجواب السؤال والجواب لا احفظهم، اجي سمعهم لحالي او خلي ماما تسمعني خلص كل حافظهم، تكتبي هيك بخط حلو وتلوني وتعملي مشان تقدري تفهمي على حالك. اوكي حننتقل للنصيحه العاشره واللي هي اخر وحده او قبل الاخير، هلا بشوف انه حاولي اعملي كانك بالاختبار، جيبي ورقه فور كبيره اكتبي الاسئله والاجوبه الاسئله والاجوبه واشياء قبلك تتوقعي انه تجيبها، او تعملي انت اسئله من الكتاب لحالك ودبسيهم كلهم مع بعض واعتبريها ورقه اختبار ودرسي منها وقلبي الصفحات ودرسي منها. انا هالشغله عن جد كثير مفيده. اوكي انا هيك ما بيكون ما عدا عندي نصائح، خلاص اعطيتكم 10 نصائح وان شاء الله تستفادوا منهم، وانا هلا عم بحاول طبقهم على حياتي لانه هذا الشيء كثير مهم وانتم بتمنى تطبقوهم على حياتكم. اوكي يا انا كيف دائما بحب حمس حالي بالدراسه، هاي كيف انه هيك خلص انه بحب ادرس انا بالشيء اللي بعرفه. دائما بحاول ركز بالدراسه بقعد بعمل اجواء دراسه. انا هلا ليه كثير انه هيك عم بعطي هالنصائح لدرجه انه من كثر ما انا خايفه سوى المفروض واحد ما يخاف. هو الاسبوع الجاي وانا عم بلش ساوي هالشيء كثير كويس لانه عن جد كثير كويس، اذا حطوا على النسكافيه حطوا شوكليت هيك بارد حطوا عصير كوكتيل حطوا اي شيء وعلكه، عن جد انا هلا ببلش نفذ هالشيء لانه انا بالفتره الاولى اوكي كانت اختبارات وهم بس مو اختبارات شهاده نفس الجاي الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي لانه اختبارات نهائيه كل الكتاب، وانا بدي احاول اركز واختصر واعمل اسئله كل شيء قلت لكم اياه هلا، وانتم كمان عندكم نصائح سوا بس تكون كويسه، كل شيء قلت لكم اياه هلا بليز طبقوه على حياتكم، انا حطبقه، لا تفكروا انا عم بقول بس مشان تطبقوا، كل يلي عنده هلا اختبارات بليز سويهم، والله النصيحه لكم. انا يعني انا هلا استفدت من شيء قلته انتم استفدتوا، كل واحد بخلي الثاني يستفاد عن جد كثير كويس. وهم نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو تبع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، انا كما قلت لكم اني عم بحاول ما اقطع لان الاسبوع الجاي الله يعينكم حتودعوني وداعا خطير كثير. هذا يعني ماريا ما عاد شوفه ابدا، يعني هذا كثير دفتر عبد العندي اياه بحبه وهيك جبته فتت. انا كمان لو بتقدروا انه تدرسوا المواد قبل بكم يوم عشان تعلى بمخكم صح؟ انا هلا يعني انا صح خايفه، الواحد دائما قبل كل اختبار بحس بشعور خوف بس ما هيك بحس حالي خلص لازم ضل قويه وبكتب، يعني لو نقصت علامه خلص ما راح يصير شيء، عندي فرص والله يوفقنا جميعا
ويا بس انا هلا كل علاماتي كو عكو على او او او. انا هلا فجأة كنت قاعدة قلت حالي ليه ما اسوي فيديو نصائح ما دام انا قلت لكم وعدتكم، قلت خلاص ما دام انا هلا قاعدة وما في شيء اسوي فورا رايحة افتح فيو الكام وصور لكم فيديو نصائح. بدأ فلامينجو ليكو ليكو فلامينجو. اوكي باي، حطوا لايك شير سبسكرايب، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لأن القناة بتستاهل هالشي وأنا بستاهل والله. أنا عم سوي أشياء حلوة مو بقعد قدام الكام. كل شيء أخباركم إن شاء الله تكون تمام. اليوم ما بعرف شو حسوي، أنا كل يوم لازم يكون عندي فيديو، ممنوع أصور فيديو بدون ما. اليوم حننهي الفيديو بالدفتر ولا بهاد؟ بالدفتر. أوه ماي جاد، يلا بالورود اليوم لأنه أنت ورود فلازم ننهي الورود بالورود، بس هيك بصير عجقة. واحدة ثلاثة باي. دو 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 دو.